13,000 متقدم للتعيين من حملة الشهادات العليا والأوائل يتنافسون على قرابة 130 درجة وظيفية في دوائر الرقابة المالية الاتحادي والمنافذ الحدودية وبيت الحكمة ومجلس الدولة. عدد المشمولين أكثر من 13,000. الاستمارات المرسلة للتدقيق لغاية الآن أكثر من 3,000 استمارة، وسيتم إنهاء التقديم على الاستمارة في مساء هذا اليوم الساعة 12 ليلا. وبينما أنهى مجلس الخدمة الاتحادي اليوم إجراءات المقابلات لحملة الشهادات العليا في الاختصاصات العلومية، يستعد أيضا لإجراء عملية التدقيق والاختبارات للمتقدمين على الدوائر الأربع ضمن درجات الحذف والاستحداث التي أطلقت قبل 20 يوما. اليوم هو اليوم الأخير لمقابلة حملة الشهادات العليا للمتقدمين للتوظيف على وزارة الصحة. تم قبول الاعتراضات الخاصة بهم، ومدة يوم المقابلة يوم إضافي آخر لإتاحة الفرصة لمن لم يحضر خلال الأيام الماضية، إضافة اللي ظهرت أسماءهم بالاعتراضات. واليوم هو أيضا هو اليوم الأخير للتقديم على استمارة ديوان الرقابة والدوائر الملحقة بها فيما يتعلق بالاختصاصات المطلوبة، وإن شاء الله المجلس ابتداء من يوم غد سيعكف على دراسة الاستمارات المتقدمة لغرض اختيار المؤهلين لإشغال الوظائف في الدوائر اللي طالبة للتوظيف. ويستمر المجلس بإجراءات التعيين لملف الدوائر البلدية المشمولة ضمن ملف الاستكمال حسب قانون الموازنة لإنهاء إجراءات تعييناتهم جميعا قبل نهاية السنة المالية. تم المصادقة على الغالبية العظمى من الملفات الخاصة باستكمال اللي خاص به الدوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية بموجب مادة 12 من قانون الموازنة، وحاليا لدى دائرة التنسيق البعض من تلك الملفات، ونحن في طور التدقيق وسيصار إلى عرضها إلى المجلس لغرض التصويت عليهم. وعلى الرغم من قرب انتهاء السنة المالية إلا أن مجلس الخدمة الاتحادي يؤكد أن إجراءات التعيين ستنتهي قبل نهاية السنة المالية وفق السياقات القانونية والإدارية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.